إنه كان في عمرة وساءه ما رآه من سلوك بعض المسلمين خلال المناسك وفي الحرمين الشريفين وفي سلوكهم العام بما يسيء بالإسلام والمنتدين، فكيف نبين لهؤلاء قبح أفعالهم وتجنبوها مستقبلا؟ نضع هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضي أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الشيخ. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول لهذا المسلم صاحب الغيرة على دينه وعلى المسلمين أن الإخلاص في العبادة وظهور المسلم بالسلوك الطيب في تعامله مع أماكن العبادة ومع إخوانه المسلمين من الأمور الجوهرية لسلامة وصحة العبادة وعلامة هامة من علامات القبول. وقد شاع في الآيات الأخيرة وانتشر قيام بعض شركات السفر بالتنافس على تحقيق الربح بكافة الطرق والقيام بمجرد نقل الكثيرين من راغب العمرة إلى بلاد الحرمين الشريفين دون تنظيم جيد لأمور معيشتهم ودون أن تكون لديهم الاستطاعة والمكنة المالية التي توفر لهم الراحة والمظهر الطيب خلال هذه المناسك. وأحيانا بتركيب يتخلفوا حتى أداء فريضة الحج بالمخالفة لنظم الإقامة بهذه الأماكن والتي تحفظ الأمن والسلامة للجميع. وإذا كان الحج كفريضة واجبة على كل مسلم وركن من أركان الإسلام لا يقوم به إلا المستطيع القادر على تبعات السفر من قدرة بدنية ووسيلة سفر ميسرة وزاد للرحلة والمناسك، فحتى مع حسن نية الكثيرين الذين يطيقون لهذه الزيارة سيغامرون بالسفر دون مكنة وبهذه الصور التي نشاهد أثرها خلال مناسك العمرة من ترك فضلات الطعام لساحات الحرمين الشريفين وعدم المحافظة على سلامة ونظافة هذا المكان المشرف والتزاحم على الطعام والنوم بأسوار الحرمين وتهديم الأمتعة بصورة غير لائقة، بل والإقامة والنوم شبه الدائمين بالحرمين في أماكن العبادة لعدم المكنة أو لأن القائمين على سفرهم غرروا بهم ولم يوفروا لهم ذلك بطريقة لائقة لمجرد تحقيقهم للربح المادي. وما يعقب هذا الأمر من اضطراب في موانئ السفر وتعريض الأرواح للخطر لتجاوز الأعداد المسموح بحملها برا وبحرا ومظهر التكالب على حمل أشياء خلال السفر تشغل المسلم عن حماية نفسه وحفظ أموره الهامة. لذا نقول للمسلم أنه بتجاوز ذاته هذه قد ينقص من ثواب عمله ويرتكب من الأضرار للغير ولنفسه ما يحرمه ربما من الإخلاص وكمال القبول في عمله، لأنه بمخالفة الشرع في إهماله لبيئة الحرمين الشريفين وإيذاء الآخرين، والشرع لم يلزمه بذلك، فالله لا يكلف النفس إلا وسعها، وتنظيم هذه الأمور يحتاج إلى تدخل جاد من المسؤولين في مراقبة هذه الشركات التي تقوم بهذه الأمور بطريقة عشوائية ودون ضوابط، والتوكل من قدرة القائمين عليها بهذه الأسفار بأداء مهمتهم وحماية المؤتمرين وضمان قدرتهم المالية وضمان ألا يعرض المسلم نفسه وسمعة دينه وبلده للنقص والتجريح. هذا وبالله التوفيق.